اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لهذا المساء. سحور عبد الله بن بخيت ضيف في اهل رمضان هذه الليله. اهلا وسهلا مره ثانيه بك ابو يارا. حقيقه انا يسرني يرحب بمحبيك وضيوفك الاعزاء الرجل الاعمال الاستاذ عبد الرحمن الصانع. اهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك، من زمان ما شفناك. ايضا رحب بالصحافي رئيس تحرير مجله الفيصل الاستاذ عبد الله الكويليت. الله يحييك، شكرا لحضورك. شكرا دائما لكم. الحقيقه اسئلتنا نوحدها احيانا عشان نسوي احصائيه يمكن في نهايه البرنامج. ايش اكثر شيء ما تحب في عبد الله المبخي؟ يعني لانه مدح وهذا ما نبغى خلص. انا جايبهم عشان يمدحون. لا يمكن اذا صار وقت احسن. هذا الاقرب ناس اليوم ده لازم يمدحون. لا عبد الله كنا اكثر شيء تعاندنا فيه، كنا نتعاند على ايران في ذيك الفتره، الحرب الايرانيه العراقيه هو اكثر شيء. الثمانينات في الثمانينات. كيف ايش كانت وجهه نظرك وايش كانت وجهه نظرك؟ انا كنت انطلق يعني هو ما كان في اختلاف على المبدا، لكن كنت انا انطلق مثلا من مخاوف قوميه يعني على العراق، لكن عبد الله كان عنده انه صدام دكتاتور يعني دكتاتور ذاك في ذاك الوقت يعني. فما هو اختلاف على الدكتاتور انا وياه، انا عندي نفس الرؤيه، لكن كنا في ذيك الفتره يعني في يعني هو يعني هو تقصد انه كان ضد الحرب العراقيه الايرانيه وانت كنت معه؟ لا انه لا كنا نفهم انه على صدام وايران، انه هالموقف انه الخميني وايران، الخميني وصدام عفوا في ذيك الفتره، فكان بيننا كلاش في ذيك الفتره، كلاش يعني ثقافي يعني، كنا ضمن مجموعه كبيره يعني كان همنا ثقافي ونقاشنا سياسي، وكانت ذيك الفتره ايضا حبلة، لكن كان عندنا عراك شبه يومي يعني عراك ثيران على ما. طيب استاذ عبد الرحمن. عبد الله انا وياه طول العمر يعني دائما ما نتفق، دائما انا ضد افكاره. وبس في ميزه ويزعل علي اذا عارضته بالافكار ثم انترض، يعني ندخل في اي موضوع خصوصا مقالاته، مثلا احيانا اكلمه ارفع السماعه واكلمه مقال كذا وكذا، هو يعطي وجهه نظر اعطي وجهه نظر. لا بس انت يعني احتجاجك من باب خوف عليك كصديق ولا من باب طبعا. ولا من باب انت فكريه مختلف معه؟ لا من باب يعني كصديق اخاف عليه، ترى اللي قلته كذا شوي زعل الناس عليك، لا حاد في هذا الراي يعني، ثم يزعل علي بعدين تصارع يرضى ما يمشي. طيب ابو يارا ليش اخترت يعني ضيوفك اليوم محبيك؟ احنا كنا نقترح عليك انت قلت لا. والله يعني بدون ذاك عندي مجموعه من الاصدقاء الحميميين وهذول الاثنين منهم بالتاكيد، ف يعني لازم اختار. فاخترتهم. يعني ايش ما فيش ذكرياتك معهم؟ والله ابو احمد بدابه يعني ذكرياتنا من ايام كنا في انا وياك، انا فتحت مؤسسه وكان عنده مؤسسه يوم كنا في الثمانينات، هذا في اول الثمانينات فهي بدات ان انا بصير رجل اعمال وبصير عاد هو صار رجل اعمال انت وانا عاد ما ضبط ما في فايده. كل واحد اللي ما خلق له يعني الرجال هو نجح الله يوفقه. طب وعبد الله؟ عبد الله في الوسط الثقافي يعني، عبد الله من الجريده، والجريده كان زميلنا في الجريده، كنا زملاء في الرياض وزملاء في الجزيره وزملاء في اليمامه، وكان كاتب يعني بس عموما تفضلوا توقف كثيرا. بس نبدا يعني بس مقبلات عشان نكسر الجمود ونثبت للناس انه قاعدين نسحركم يعني ما على الاقل. لا راح نتسحر اليوم والله انا جيعان، انا فعلا اوقات انسى. فتفضلوا. طيب تذكرون مواقف طريفة مع أبو يارا؟ والله عبد الله شخصية ساخرة. يعني لما يعرف أحد عن عبد الله فعلا شخصية يعني تتمتع بحضور يعني عبد الله مثقف جيد ويتمتع بحضور فلكلوري. عبد الله يعني تقابله اليوم وستقابله بعد 30 سنة، عبد الله هو ابن الحارة اللي تركته هناك. أيوه. ابن الحارة ببساطته بعواطفه بس ما تلاحظ الفترة الأخيرة صار يعصب أكثر من زمان؟ لا القضية المجتمع اللي صار متشنج أكثر من كذا، المجتمع يعني صارت قابليته للرأي الآخر قابلية مأزومة. فيها أنا وأنت، فيها الآخر، فيها العدو. فيها
تشدد فيه، تجيش فيه، حس طائفي عالي، حس قبلي عالي، حس مناطقي عالي، هذه ما كانت موجودة في السابق. يعني كنا أكثر بساطة وأكثر أريحية، يعني كنا نتناقش على موضوع، نتناقش مثلا على سارتر أو على محمود درويش أو على كذا، ويوصل توصل حدتنا كذا، ثاني يوم نرى بعض بكل بساطة. يعني ما كان فيه عبد الله، ما زلت تتركه، لو تتركه يعني عبد الله اللي في الثمانينات عرفته هو عبد الله اللي ما زال الآن. يعني عبد الله ببساطته وبأريحيته. يعني قصدك ما تطور ولا؟ لا ثقافيا بالعكس هو يتطور ثقافيا الحمد لله. اي عشان بس يعني عشان نوضح للناس يعني. طيب بتقول شيء هو شوف بالنسبة لعبد الله يعني اللي ما يعرفه، اللي ما يعرفه بس اللي يعرفه عن قرب نشتبه قدامه ما يخالف. في خصائص الإنسان بمعنى الكلمة، يعني عنده الحساس المرهف، يزعل يزعل، يرضى يرضى، يبتسم، صاحب نكتة، عنده حنية قوية جدا للماضي. دائما في مجلسنا لجد نسولف لا يمكن إلا ياخذ نص الجلسة وأكثرها حديثا عن الماضي، كل ذكريات الطيبة الإيجابية يجيبها، حتى يعني عنده قدرة تصويرية ما شاء الله، يصور البيت، يصور الحياة طبيعتها، أو في آخر السبعينات، في أول أو نص السبعينات، في أوائل الثمانينات، قبل ما يحدث التغيير اللي صار من واحد من ثمانين. يعني عنده تصور مو بسيط، حتى يعطيك يعيشك فيلم حقيقي. لذلك ما شاء الله تبارك الله هذا هو استطاع أنه يقدم عملين ترجمة إلى واقع اللي هي هوامير الصحراء وجذور جديدة الآن. نعم أنا عموما يعني أشكركم وممتن جدا الحقيقة لحضوركم، وحضوركم يعني هو إثبات محبة للأستاذ عبد الله بن مخيت. شكرا أستاذ عبد الله الكويت رئيس تحرير مجلة الفيصل. شكرا أستاذ عبد الرحمن الصانع رجل الأعمال أيضا. شكرا لك أبو يارا أستاذ عبد الله بن مخيت على حضورك وعلى كل ما تقدم، يعني الله يبارك فيك على مستوى الرواية وعلى مستوى الكتابة. إن شاء الله يعني كنا خفاف اليوم إحنا عليك. تسلم. لا والله كانت ممتعة بالنسبة لي، وفعلا شفت مجموعة من الآراء المختلفة خصوصا من الشباب الصحفيين. نعم. أنا أشكرهم على كل حال على كل سؤال طرحوه. نعم. أيضا الحقيقة أجدد شكري لضيوفي الأعزاء، وأشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا. أحب أنوه وأذكر من ضيفي أهل رمضان غدا هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر في حلقة الخامس من رمضان غدا. تابعونا في أمان الله.